الناس بالظهر قر ليه قام قطاعنا بتحريك خطوط التعليم العالي بإنشاء وتعزيز شبكة المدارس العليا، وما فتح المدرسة الوطنية العليا اليوم للأمن السيبراني لخير دليل على ذلك، وهو يعتبر الإنجاز الأول الذي يترجم تعهدات السيد رئيس الجمهورية في علاقته مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. كل الظروف مهيئة لاستقبال ما يفوق 1,812,000 طالب لهذه السنة الجامعية 2024-2025. اليوم تم تدشين المدرسة الوطنية العليا للأمن السيبراني التي ستكون مجموعة من الطلبة النجباء، وعددهم لهذه السنة 223 طالب. سيتم التكفل بهم في كل الميادين البيداغوجية منها والخدماتية لتكوينهم أحسن تكوين. إن شاء الله يكون عام مليء بالنجاحات، وإن شاء الله نتوفقوا في هذا العام الدراسي ونكونوا إطارات كما اللي شفناهم اليوم إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله نكمل هذه الخمس سنين تاعي ونتخرج بالدبلوم اللي راني حباته، وإن شاء الله إذا كتب ربي نقدر ندير مشروع. حصلت على معدل 17.83 في البكالوريا. كنت أنتظر ما أكثر، لكن المواد أدبية يعني أنصحكم من هذا المنبر لا تهملوا المواد الأدبية خاصة اللغة العربية. أتمنى أن أكون مثل الإطارات التي رأيتها اليوم إن شاء الله في المستقبل. هذا حلمي من الطفولة، يعني حلمهم كاملة، خاصة الجدة ربي يرحمها إن شاء الله. لقد اخترت هذه المدرسة بالذات وتخصص أمن السيبراني أنه أحد أفضل الاختيارات في مجال المعلوماتية والإعلام الآلي. هذا المجال كثير الاستحداث، فهو كل بمرور أيام فهو يتطور كل يوم، لن ينتهي عند حد معين فقط، فكل يوم هناك جديد في مجال الهجومات السيبرانية وما إلى ذلك. هذه السنة يعني كان لحد الآن على مستوى الإقامة استقبلنا أكثر من 120,000 طالب على مستوى الإقامة الجامعية المتواجدة على مستوى الوطني اللي هي 428 إقامة جامعية. بطبيعة الحال يعني هذه السنة كانت هناك العديد من مبادرات إعادة ترميم، وفي حدود 68 مبادرة لإعادة ترميم الإقامات الجامعية على المستوى الوطني موزعة على أكثر من 30 ولاية. الجديدة عندنا 19 إقامة جديدة موزعة على 12 ولاية ستدخل حيز الخدمة، ممكن ما تدخلش كلها على كل حال، لكن جلها راح يدخل حيز الخدمة، وهي تقريبا معناها جهزت معناها بصفة كلية تقريبا، وكان فيها معناها راهي في طور تجهيز. النقل الجامعي ثاني كذلك ضرورة ملحة، عندنا أكثر من 5,800 حافلة معناها في الخدمة، وستعرف معناها الدخول بصفة تدريجية حتى نصلوا إلى الحد الأقصى لاستغلال معناها الاستغلال الحافلات على مستوى الخدمات الجامعية.